هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس سي مابلر، دنتالي. أسعار الوقود في السويد تشهد مستويات قياسية جديدة من الارتفاعات. حوالي 70 بلدية سويدية تسجل عزلاً في موازناتها المالية، والخبراء يتوقعون رفعاً بالضرائب لمواجهة ذلك العجز. أهلاً بكم مشاهدينا إلى أخبار الكومبس. ارتفعت أسعار البنزين في السويد اليوم الاثنين إلى مستويات قياسية جديدة على وقع الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط العالمية. وزاد سعر لتر البنزين في محطات الوقود الرئيسية في السويد بمقدار 20 أورا، يبلغ سعر اللتر الواحد 16.89 كرون، فيما تم رفع سعر الديزل أيضا بمقدار 10 أورا ليصل اللتر إلى 16.69 كرون. وتشهد السويد منذ فترة ارتفاعا متصاعدا على أسعار البنزين والديزل. تواصل الأحزاب السويدية حملتها الانتخابية لانتخابات البرلمان الأوروبي قبل 13 يوما من موعدها النهائي في 26 من أيار مايو الجاري. مسح جديد أظهر أن حزب الوسط خصص للانتخابات الأوروبية أموالا أكثر من جميع الأحزاب الأخرى، وأن أحزاب المسيحي الديمقراطي الليبرالي والبيئة رصدوا أقل الأموال. وبحسب المسح فإن حزب الوسط خصص 25 مليون كرون لحملاته الانتخابية، وخصص الحزب الليبرالي ميزانية تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين كرون، وهي ذات الميزانية التي وضعها حزب البيئة، فيما خصص حزب اليسار 5.5 مليون كرون. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد خصص 20 مليون كرون سويدي، بينما وصل المبلغ الذي خصصه حزب المحافظين إلى 11 مليون كرون، وهو نفس المبلغ الذي خصصه تقريبا حزب سفيريا ديمقراطنا. أظهر التقرير المالي السنوي لمجلس البلديات والمقاطعات السويدية أنه خلال العام 2018 سجلت العديد من البلديات عزا في ميزانيتها لأول مرة منذ العام 2008، متوقعا أرقاما قاتمة للفترة القادمة، وأن هذا العجز قد يواجه برفع الضرائب. وحسب التقرير المالي الذي يصدر مرتين في العام، فإن كل ثالث بلدية أو مقاطعة سويدية عانت عزا في العام 2018، ما معناه 69 بلدية من أصل 290 بلدية. ومن بين الأسباب التي أدت لذلك هو انخفاض النشاط الاقتصادي وتزايد عدد السكان وفق التقرير. قالت وكالة نقل سويدية إنه من غير الواضح بعد ما إذا بالإمكان تحقيق هدف تقليل التأخيرات التي تطرأ على رحلات القطارات في السويد بحلول العام 2020، وأنها لم ترى خطوات بالاتجاه الصحيح لتحقيق هذا الهدف. وكانت وكالة النقل وشركات القطارات قد حددت سابقا هدفا مشتركا للعام المقبل يتمثل في وصول 95% من القطارات في الوقت المناسب، ومع ذلك فقد تأخر العمل لإنجاز هذا الهدف، ولوقت طويل كانت 90% من القطارات تصل في الوقت المحدد، فيما ارتفعت نسبة التأخير في العام الماضي أيضا، حيث كان يصل 88% فقط من القطارات بوقتها المحدد. قررت هيئة الادعاء السويدي اليوم إعادة فتح تحقيق أولي بشأن اتهامات اغتصاب بحق مؤسس موقع ويكليكس جوليان أسانج، والذي كان تم إسقاطها في العام 2017. وكانت محامية لسيدة تقول إن أسانج اغتصبها أثناء زيارته للسويد في العام 2010، كانت تقدمت قبل أسابيع بطلب إعادة فتح التحقيق، فيما نفى أسانج مرارا هذه التهم. وقد أصدرت محكمة بريطانية في الأول من مايو أيار الماضي
حكما بحبس أسانج 50 أسبوعا لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة في بريطانيا بناء على مذكرة اعتقال صدرت في العام 2010. أخيرا، حذر توماس هالدمانج وهو رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية من تنامي التيار اليميني المتطرف في ألمانيا، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عنه قوله اليوم إن هناك زخما متنانيا جديدا داخل صفوف اليمين المتطرف في البلاد، ودعا إلى ضرورة تحسين مراقبة هذا اليمين عبر منح المزيد من الصلاحيات للسلطات للرقابة على الإنترنت، مشددا على أن المجموعات المستعدة للعنف من الممكن أن ينبثق منها جماعات إرهابية صغيرة في البلاد. ماذا في أخبار الطقس اليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس سي موبلر، دنتالي.